يسوع الذي على جبل عهده لحماية ميسرة المسلمين والعرب. اللهم يا عز العزوم من الجنود تقارب الجمال وتتالت الفئتان وآلت مرحلة القتال وبدأت المبارزة فظهر تفوق جيش المسلمين ولاحت أدوار الانتصار وتزعزعت قريش حتى ولت هاربة من المعركة وأدوات جيش المشركين فنزل بجنب الغنم وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت وفي هذه الأثناء لمعت فكرة العودة لدى قائد فرسان المشركين خالد بن الوليد تهب من خلف جبل الغنم وانقض على مؤخرة حتى استشهد 70 بالتضحيات والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانسحب جيش المشركين تاركين ارض المعركه في هذه الميادين يحكي التاريخ قصص البطوله وتظهر رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وحكمته وتتجلى عنايته عند أحد نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبل يحبنا ونحبنا في العام الثالث من الهجرة جاء